طبعا امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع أهالي وشيوخ مطروح، وكان في لقاء موسع وفي حوار حصل ما بين سيادة الرئيس وما بين أهالي وشيوخ قبائل مطروح، واتكلم سيادة الرئيس عن عدد كبير جدا من القضايا الخاصة بالتنمية الشاملة اللي بتحصل في مطروح دلوقتي واللي تقريبا بتغطي كل القطاعات. يعني طبعا في مشروعات خاصة بالطرق والكباري والزراعة والنقل. دلوقتي طبعا هنروح نتابع مع حضراتكم دلوقتي لقاء مع العمدة عيد السرحاني أحد العمد في مطروح، وكان ليه لقاء مهم جدا على هامش هذه الزيارة. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الزيارة. بالنسبة لنا احنا كأبناء مطروح كانت زيارة مثمرة بالنسبة لنا، وطبعا احنا أول ما بدت مرسى مطروح بدت من العلمين، مشروع العلمين، وحاليا عندنا كمشروعات استثمارية مشروع راس الحكمة إن شاء الله هيتم في الإنشاء، وإنشاء ميناء جرجوب على عهد السيد الرئيس السيسي. فطبعا كل المشاريع الاستثمارية ديت فيها نسبة كبيرة إفادة لأبناء محافظة مرسى مطروح، لشباب مرسى مطروح، للأجيال اللي طالعة بعد منا إن شاء الله لأبناء مرسى مطروح. يعني من ضمن الزيارة النهاردة يعني وعدنا السيد الرئيس بضخ المية إن شاء الله الترعة توصل مطروح، بس في المرحلة القادمة يعني، لأن طبعا أنت عارف تكلف كتير، وإن شاء الله وعدنا برصف الطريق من مطروح لحد السلوم هنا لحد الجمرك فوق، هيبقى طريق مزدوج زي طريق اسكندرية مطروح القاهرة اسكندرية. الصرف الصحي في سيوة مكلف حوالي 3 مليار والحمد لله تنفذ، وجاء السيد رئيس الوزراء الدكتور مدبولي اتفتحوا. تطوير الجمرك ده قبل إفادة لأبناء مطروح إفادة لجمهورية مصر العربية كلها، لأن حضرتك وأنت شايف شارف حوالي 10 كيلو طابور عربيات، دي كلها واخدة بضائع من جمهورية مصر العربية بتطلع ليبيا، فبتطلع هنا عن طريق المنفذ، فطبعا بتدفع عليه رسوم وفي حاجات بتجمرك عليها، فكل ده وبيدوه في حاجات بتشتري بالدولار زي الاسمنت، فكل ده عائد للدولة وعائد لينا احنا لما يبقى ليبيا في هتبقى في عمالة كلها من ابناء مطروح او من المصريين، في شركات مصرية شغالة في ليبيا حاليا، ان شاء الله خير يعني. بس احنا تطوير الشارع برضه هيساعد اكتر، هتبقى فيه خدمة، وبعد كده في طريق اخليمي هيطلع ان شاء الله نبع عليه السيد الرئيس وشغال فيه من الضبعه هيطلع على فوق على اساس النقل التقيل كله هيبقى من فوق ان شاء الله. شايف ازاي مستقبل مطروح ومستقبل الاستثمار والتنميه في محافظه مطروح بعد لقائكم النهارده بالسيد الرئيس؟ لا ان شاء الله خير، احنا مستبشرين خير يعني بزياره السيد الرئيس، ومطروح محطوط على الخريطه العالميه يعني ان شاء الله، لان مطروح تتمتع بشواطئ مش موجوده في العالم كله، المحافظه الوحيده في جمهوريه مصر العربيه اللي فيها شاطئ بحر 500 كيلو هي مطروح. والحمد لله النهاردة الدولة في اهتمام وفي مشروعات سياحية وفي قرى سياحية على مستوى، وإن شاء الله كل ده عائد خير على مطروح أولا، ثانيا عائد على جمهورية مصر العربية كلها يعني.